الباب الثاني والعشرون ومئتان. باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. رواه مسلم. قوله لا يألو أي لا يقصر في الخير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت في هذا التحسين نظر، لأن مدار إسناده على قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف لسوء حفظه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. متفق عليه. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان، انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح لهم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق. متفق عليه. قوله اجدح بجيم ثم دال ثم حاء مهملتين، أيخلط السويق بالماء. وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقد ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث في الإرواء. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.